ايوه هي إيه كان يعني هي جالس يا صلاه الوسطى صلاه الوسطى نمت علي المغضوب علي امين كل والله واحد اي والله الله صلاتنا يا نبي ولم يكن له كفوا احد اذا جاء مثل الله كفك وليس الناس يصحون الله بيه لي اكل وسبح الحمد لربك واستغفره الله وقال له استغفره انه كان تواب استغفره انه كان تواب حلوين دول اصبح الناس اذا زلزلت الارض زلزالها ايوه واخرجت الارض اصفادها ايوه وكان الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يزور ذات الساتر ليرى اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مشكلة سببه شرا يرى الله يرضى عليك الله يرضى عليك ختامها